able to vote. يبدو أن العالم سيكون أمام تهديد نووي جديد في ظل تصاعد الصراع القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تعكسها حدة تصريحات الطرفين. ففي تصريح جديد حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بلاده تعتزم تعزيز ترسانتها النووية للضغط على روسيا والصين، مجددا اتهامه لروسيا بعدم الالتزام بمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى المبرمة عام 1987. يجب أن تتوقف كل الأطراف عن محاولة تطوير أسلحة نووية متوسطة المدى، ولهذا سينسحب من المعاهدة حتى يلتزموا تماما. روسيا سارعت بالرد على تصريحات ترامب الأخيرة مؤكدة أنها ستضطر للرد بالمثل لاستعادة التوازن العسكري مع الولايات المتحدة إذا نفذ الرئيس الأمريكي تهديده بالانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى وبدأ بتطوير صواريخ جديدة. هذه الحرب الكلامية تزامنت مع زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إلى روسيا، والتي التقى خلالها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، بالإضافة إلى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو. وفي هذا الصدد أكد شويغو أنه يمكن لروسيا والولايات المتحدة أن يحلوا المسائل الاستراتيجية المتعلقة بالدرع النووي وتسوية النزاعات طويلة الأمد. من جانبه جدد بولتون ثقته بإمكانية توسيع الحوار بين موسكو وواشنطن، نافيا ما تقوله روسيا بأن تلويح الولايات المتحدة بالانسحاب من المعاهدة هو من أجل ابتزازها. بولتون أكد أيضا أن واشنطن لم تتخذ حتى الآن أي قرار بشأن نشر صواريخ في أوروبا لاستهداف موسكو في حال الانسحاب من المعاهدة، مؤكدا أن ما تقوم به روسيا هو انتهاك للمعاهدة، مضيفا أن المشاورات قائمة مع أوروبا، كما أن المشاورات ستستمر أيضا مع روسيا. ورغم نفي روسيا المتكرر، فإن لدى السلطات الأمريكية قناعة بأن موسكو تعمل على تطوير ونشر منظومة صواريخ في انتهاك للمعاهدة، وهو ما قد يسمح لروسيا بشن ضربة جوية نووية على أوروبا خلال وقت قصير.